وللوقوف بصورة أقرب إلى المشهد من أسوان تنضم إلينا إيمان منصور مفادة التلفزيون المصري. إيمان أهلا بك، وهل يمكن أن تنقلي إلينا المشهد وردود فعل المواطنين على المشاريع والتوجيهات التي أوصى بها الرئيس السيسي لتنمية الصعيد على مدار أسبوع كامل؟ نعم ياسر، على ما ذكرته هو ما نقصده بتواجدنا هنا من سوق أسوان الشهير. أردنا أن نتعرف على آراء المواطنين فيما رأوه على مدار يومين بدءا من الأمس، مجمع بنبان واليوم مشروع كيما 2، بالإضافة إلى الجولة التفقدية لسيد الرئيس. الحقيقة أن ما تشهده أسوان هي حركة تجارية لافتة أشاد بها المواطنون، وأكبر دليل على هذه الحركة هنا في السوق، أكثر الأماكن حيوية في أسوان، حيث يتميز بائع العطارة الشهيرة في أسوان. وجود مثل هذه الافتتاحات بكل تأكيد يلفت النظر إلى أسوان الجميلة، وهذا الأمر يؤثر عليهم بالإيجاب فيما يتعلق بحركة البيع والشراء. دليل على ذلك ما ذكره الباعة تحديدا هنا ياسر، أن هذا السوق وهذا الممشى الذي نراه تم تجديده بناء على طلب منهم منذ أكثر من عامين، تحديدا عند انعقاد مؤتمر الشباب الأفريقي، وقام بتلبية طلبهم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وهذا الأمر أضاف يعني نكهة جميلة إلى هذا السوق وما يتميز به من منتجات خاصة بأسوان وخاصة بشعبها. يحرص كل من يأتي هنا القدوم إلى هذا السوق لشراء هذه المنتجات، وبالتالي هي يعني منظومة متكاملة سواء فيما يتعلق بمشروعات ومصانع تساعد على التشغيل، أو وجود حركة تجارية في المحافظة بشكل عام ولفت الأنظار إليها سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي فيما يتعلق بالسياحة. المواطنون هنا يرون في السياحة جزء أصيل من مميزات أسوان، ويأملون في المزيد من تنشيط هذه السياحة لأنها تخدم قطاع كبير من المواطنين هنا في أسوان. نعم إيمان، وماذا عن الحركة السياحية أو السياح الموجودين لديك في محافظة أسوان؟ كنا قد تابعنا أن هناك امتلاء في الفنادق بمحافظة أسوان من السائحين. صحيح ياسر، لا ننسى أنه هذه الأيام هي أيام أعياد الميلاد المجيدة واحتفال العالم برأس السنة الميلادية الجديدة، وهي مناسبة خاصة يعني يحرص السائحين على التوجه إلى وجهات بعينها لقضاء هذه المناسبة. واختيار أسوان في هذا التوقيت من العام هو اختيار مثالي نظرا لما تتميز به من طقس يعني مثالي، هو طقس مثالي في هذا التوقيت من العام، وهو يفسر ما تفضلت به، وجود أعداد كبيرة من السائحين، تزين الشوارع باحتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد، وهو أيضا يسهم فيما ذكرناه من قبل في الرواج التجاري وتنشيط الحركة السياحية. هذا ليس فقط رأي البائعين هنا في السوق، لكن أيضا رأي كل من يعني احتكينا بهم من أسوان الجميلة، من سائقي تاكسي، من عاملين في الفنادق، حالة من الرواج والانتعاش هم في أشد الحاجة إليها ويأملون أن تستمر، وهي مستمرة بالفعل نظرا لما يحدث في أسوان من تنمية مؤثرة عليهم بالإيجاب سواء فيما يتعلق بقطاع السياحة أو غيرها من القطاعات. نعم مشاهدينا الكرام، كانت هذه متابعة من إيمان منصور مفادة التلفزيون المصري لمحافظة أسوان بعد هذه الافتتاحات التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.